سوق المضايا ومحلات السمك فيه يبعد عن مدينة جازان ما يقارب 20 كيلو متر، ويعد من أقدم أسواق الأسماك بالمنطقة، إلا أن أصحابه يشتكون بعد نقلهم من الموقع القديم من ارتفاع الأسعار وتحولها من 300 ريال إلى 1000 ريال في الشهر من قبل المستثمر، ولربما تقبلوا هذه المبالغة في الأسعار لو توفرت في الموقع الجديد أدنى المقومات والخدمات كما يقولون ويعبرون، لأنهم يشتكون من ضعف الكهرباء والماء وعدم وجود صيانة دورية. سنتحدث عن كل مشكلاتهم وسنستمع في المقابل إلى الإجابة لهذه المشكلات. ينضم إلي عبر الهاتف الآن حسن موسى، وهو يعني أحد المشتغلين في الأسواق وهو صاحب محل أسماك، وأيضا ينضم إلي عبر الهاتف المهندس علي عطيف وهو رئيس بلدية المضايا. أستاذ حسن، مهندس علي، حياكم الله معنا في أهلا. أهلا وسهلا أخي الكريم، وتحية لك والأستاذ المشاهدين الكرام. أهلا أستاذ حسن، تسمعني؟ أيوة أسمعك أستاذ. طيب أستاذ حسن، أبدأ معك بعد إذنك، وش أبرز المشكلات اللي جالسة تواجهكم في السوق اليوم؟ والله أحنا المشكلات ما نعاني من البلدية، أحنا المشكلات ما نعاني من البلدية، أحنا المشكلات نعانيها من المستثمر. المستثمر يوم ما نقلنا من السوق القديم قال أنا أعمل لكم المياه وأعمل لكم المدريش وأعمل لكم كل شيء، ونقلنا من هناك أحنا مستأجرين في القديم ب 200 ريال. هنا جينا رفع السعر علينا ب 500 ريال، قلنا احنا مستقبلين، ولكن البلديه ما قصرت معانا، البلديه هي معانا ومعانا، بس المستثمر كل ما اجى سنه يجدد قال زياده في السعر، زياده في السعر، والبلديه مأجله من المستثمر 35,000 في السنه. وكل يوم في زياده، كل يوم في زياده، واحنا نتعاني من المكيفات، لا اعطانا مكيفات المستثمر ولا اعطانا شيء ولا مياه ولا اي حاجه ولا شيء. طيب ولا استاذ حسن، خلنا ناخذها واحده واحده ونسمع اجابه المهندس علي عطيف رئيس البلديه عليها. اول شيء انتم تشتكون من رفع اسعار الايجار. ايوه. كانت ب 200 وصارت كم الحين؟ كم تدفعون الحين؟ اول كان في القديم ب 200، هنا ندفع 500 ريال. 500 هنا ندفع. اوكي. 500 واستقبلناها ومتابع، وندفع 100 الله طول عمرك في نظافه. ومية في صار 800 ريال ندفعها. 800 فرق 600 ريال عن السوق الأول. كنا احنا ما علينا، خلاص احنا قدينا معاهم مع المستثمر، البلدية ما لنا فيها شيء، البلدية ما قصرت معانا، البلدية كل شيء ما قصرت معانا. طيب تيجي تنظف تيجي كل شيء ما قصر. طيب اسمح لي، بس اسمح لي، خلنا ناخذها واحده واحده، خلنا ناخذ الايجار وبنجي للكهرباء والماء وغيرها. مهندس علي حياك الله معنا في اهلا، شكرا لتجاوبك مع دعوه البرنامج. ودي بس ناخذ تعليق سريع على كل نقطه. الان يشتكون اصحاب المحلات من رفع الايجار يعني باكثر من الضعفين تقريبا، ليش المستثمر يرفع الى هالدرجه؟ أخ مفرح، بداية دعني أوضح لك والأستاذ المشاهدين الصورة كاملة للموضوع وبشكل مختصر كما طلبت الله يحفظك. طبعا سوق المضايا، سوق النفع العام بالمضايا مؤجر بالكامل على المستثمر، ليقوم المستثمر بتشغيله أو بالتأجير لجميع المحلات وفق الأسعار السائدة وفق شروط العقد المبرم معه، والذي من ضمن شروطه طبعا التزام المستثمر بوجود عقد النظافة والصيانة المستمرة للسوق وجميعها متوفرة، ويوجد مكتب مخصص للبلدية وبه مراقب متواجد بصفة مستمرة، والذي يسعى لخدمة المستأجرين والمتسوقين ولرفض طبعا أي مخالفات أو تجاوزات أو شكاوي سواء من قبل المستأجرين أو المتسوقين تتعلق بالصحة العامة أو غيرها من الملاحظات التي تحصل بالسوق، واتخاذ اللازم معها في حين وفق الأنظمة والتعليمات. أيضا يوجد مراقب البلدية يقوم بتقييم مستوى النظافة بالسوق، أيضا أعمال التطهير والتعقيم للسوق والتي تتم حاليا وبصفة يومية. مسألة ارتفاع الأسعار وغيرها، البلدية لم تبلغ بوجود أي أسعار، عفوا بوجود أي ارتفاع لأسعار الإيجار من قبل المستأجرين. طبعا بعد ما شاهدنا ما تم نشره تم استدعاء المستثمر للتأكد مما ذكر، وتم مراجعة جميع العقود سواء طبعا المغرمة بين المستثمر والمستأجرين، فوجد أنها من ضمن الأسعار السائدة في السوق، وهذه الأسعار هي منذ بداية التأجير في السوق منذ عام 1437 ولم تتم الزيادة فيها.
لحظة، الحين الفرق هذا اللي ما بين السوق القديم والجديد هو يعني منطقي بالنسبة لكم أن المستثمر يرفعه إلى هالدرجة؟ أخي الكريم، يوجد لجنة تقدير الله يحفظك هي تحدد الأسعار السائدة في السوق. أيه؟ في لجنة تقدير مختصة بهذه الأسعار، هي تحدد الأسعار السائدة اللجنة هذه تابعة لمين؟ اللجنة مختصة طبعا في من البلدية والمركز، وطبعا في ممثل من وزارة المالية. طيب وش رايك استاذ حسن؟ من ثلاث جهات. استاذ حسن اذا تسمعني، سمعت كلام المهندس، هو يقول انه الاسعار الموجوده الحين هي من الاسعار المعقوله في السوق، هل السعر الموجود معقول بالنسبه لكم؟ ايوه احنا الاسعار ما قلنا، لان الاسعار هي 500 ريال ايه؟ ما قلنا شيء. طيب ان اجانا المندوب حق المستثمر قال تدفعون، قال لكم المستثمر تدفعون من 1000 ريال ولا تطلعون من المحل تقفلوا المحلات. قلنا له باي اساس احنا مستاجرين منكم بكذا كذا على حسب العقد. هذا اللي كان البلديه ما معها ما بينا شيء. معليش استاذ حسن، فهمني النقطه هذه، المندوب وش قال لكم؟ المندوب حق المستثمر إيه؟ اجانا باوراق قال لكم المستثمر وقف عليها من 1000 ريال. قلنا له احنا مش موقعين من 1000 ريال، احنا من المستاجرين من المستثمر ب 500 ريال. قال لا، المستثمر يقول لكم رفع السعر ب 1000 ريال، بدل البسطه ب 500 ريال نرفعها ب 1000 ريال. طيب احنا موقعين. مهندس علي، ال 1000 ريال ايضا اللجنه تقول انها من ضمن الاسعار المعقوله وهو موقع معهم على 500؟ كنت اتمنى طبعا انه يقدم لنا شكوى بهذا الكلام بخصوص ارتفاع الاسعار، لكن لم يقدم لنا اي شكوى بخصوص ارتفاع الاسعار، وايضا الاوراق التي يقولون لنا قدمها لهم المندوب المستثمر يقدمها البلديه، وسيتم عرضها على لجنه مختصه، لجنه التقييم تقدير الاسعار عفوا، وسيتم النظر فيها. لكن جميل. كما ذكرت لك انه تم استدعاء المستثمر إيه؟ وافاد بانه لم يتم الزياده عليهم في في في, في الاسعار، وهذه الاسعار طبعا احنا راجعنا العقود المبرمه بين المستثمر والمستاجرين فوجدنا انها يعني الاسعار السائده السوق طبعا مبلغ 500 ريال إيه؟ وفقط محلين هي ب 700 ريال فقط. جميل ولم تتم الزياده فيها، في حال انه أيوة. وجود شكوى او غير ذلك بارتفاع الاسعار يتقدموا للبلديه وتنظر البلديه وفق الانظمه والتعليمات لمعايير شكواهم ووفق شروط العقد. مهندس علي طبعا. انتم راجعتم الاسعار وجدتم انها 500 الى 700 ريال. الان اسعار التاجير اسعار التاجير المحلات المؤجره أيوة. المؤجرة ب 500 ريال فقط محلين، هي بقيمة 700 ريال، هذه وفق العقود المبرمة من عام 1437 إلى تاريخه. ممتاز. إذا 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 قدموا لكم الآن أصحاب المحلات ما يثبت أنه طلب منهم أنهم يرفع إلى 1000 ريال، هذه تعد مخالفة من قبل المستثمر؟ سيتم عرضها على لجنة التقدير وسيتم النظر في هذا الموضوع وفق لجنة مختصة وتقدير ذلك. طيب في حال تجاوزها للأسعار السائدة للسوق سيتم طبعا رفضها وتحديد الأسعار المناسبة لذلك. أستاذ حسن، سمعت إجابة المهندس علي، هو ينتظر منكم الآن أنكم تقدمون شكوى حول فكرة الألف ريال اللي طلب منكم ترفعونها. أنا بكرة أقدم له أجيب له الورقة اللي أعطوني وأروح باحث عند المهندس علي. طيب جميل. طيب استاذ حسن، المهندس علي يسمعك الان، بعد اذنك مهندس ابغاك تسمع ابرز الطلبات اللي يرجونها اصحاب المحلات. خلاص موضوع الألف ريال والزياده بكره بيجونك ويقدموا لك الشكوى. استاذ حسن، المهندس علي يسمعك، وش ابرز المطالب الاخرى اللي تطالبون بتوفرها في السوق؟ نبغى حمامات الله يطول، نبغى حمامات غير مويه في المحلات عشان الواحد يغسل السمك كل شيء، مويه في المحلات، ونبغى مسجد، كل شيء ما في، مو متوفر لنا في المحلات هذه. الكهرباء كيف؟ والكهرباء ضعيفه، لا في كهرباء، لا في يجي كل شهر المستثمر يقول حتى 400 ريال، لا في مكيفات، لا في اناره، لا في شيء. طيب استاذ مهندس علي، الاجابه عندك، دورات مياه، توفر مياه بشكل كافي، والكهرباء ومسجد، بايش تجيب؟ دورات المياه موجوده في السوق ومفتوحه ويتم استخدامها. الكهرباء ايضا موجوده ولو ليس فيها اشكال. وحدات التكييف طبعا حاليا من ضمن الاجراءات، طبعا موجوده سابقا وحدات التكييف، ولكن حاليا من ضمن الاجراءات الاحترازيه بفتح مصادر للتهويه وايضا فتح الابواب
بالإضافة إلى دخولنا طبعا لموسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، طبعا هذه أدت بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى عدم كفاية التكييف، وبعد معاينة المختصين تم إلزام المستثمر بصيانة وبزيادة وحدات التكييف بالسوق، وخصوصا في الجزء الخاص بالأسماك. إيش رأيك في الإجابة أستاذ حسن؟ الأستاذ علي ما قصر، أقول له يطلع لجنة بكرة هو بنفسه ويجي يشوف المكيفات حقه اللي يقول شغالة، يجي يشوف المكيفات ويشوف إنه فيه مكيفات ولا ما فيه. الأستاذ علي أنا جابته على رأس عيني، لكن يشوف المكيفات هي شغالة ولا ما شغالة، والمراوح شغالة ولا ما شغالة. طيب والمياه يفتحونها ويقفلونها ولا فيها مياه؟ إيش رأيك مهندس؟ دورات المياه طبعا المياه كلها متواجدة أخي الكريم. طبعا أنا أوضح لك وللسادة المشاهدين وأيضا للأخ حسن الله يحفظه، طبعا يوجد موظف متفرغ موجود في السوق وبصفة مستمرة كما ذكرت سابقا، يتواجد لرفض أي شكوى أو أي ملاحظة أو أي قصور أو نحو ذلك، يعني المستأجرين في حال وجود أي مشكلة أو عائق أو مشاكل تواجههم عليهم التوجه لإبلاغ موظف البلدية المتواجد بالسوق وسيتم معالجة المشكلة. إذا تسمح لي مهندس علي، هم سيشتكون ويمكن الآن وصلوا لك شكواهم على الهواء وبيجونك بكرة يقدموا الشكوى، ولكن في إجابتك في البداية أنت تقول أنه مراقب وموظف البلدية موجود بشكل مستمر في السوق. طيب خلال تواجده المستمر ألم يلاحظ كل هذه الملاحظات اللي جالسين يشتكون منها؟ إحنا نتكلم على ألف باء الأشياء اللي يجب توافرها، مياه، كهرباء، دورات مياه صالحة، يعني يفترض أن المراقب نقل لكم هذه الإشكالات الموجودة في السوق. المراقب ينقل لنا جميع ما يحدث في السوق، وأيضا المراقب هو دور رقابة دورية ومستمرة على جميع المحلات بالسوق والمحلات. طيب ليه ما عالجتوها إذا كان ينقل لكم؟ احنا معالجنا مع المستمر، وصلتنا في السابق كم إشكالات، عدد كبير من الإشكالات والمشاكل، وضمن أيضا دورة المياه وكانت في السابق مغلقة وتم فتحها وصيانتها بالكامل وحاليا هي مفتوحة. طيب إذا تسمح لي أوجه السؤال للأستاذ حسن، الآن المهندس يقول أنهم باستمرار يصلحون المشاكل، أنتم كم لكم مدة زمنية في هالمشاكل الدورة؟ والله معاني من أول الأستاذ علي، أقول لك المهندس البلدية ما يقصر معاه، ما يقصرون لا المراقب ولا المهندس علي، احنا نستلم من المستثمر كله. إيه بس 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 مين اللي يملك السلطة على المستثمر؟ البلدية، ما هو انتم البلدية. ايوه احنا نبغى كده، فلذلك احنا ننقل اصواتكم اليوم للبلدية انهم يجب انهم يتحركوا مع المستثمر في هذا الاتجاه. ايوه البلدية، والله البلدية ما يقصرون معانا الحمد لله. طيب قبل ما أختم الحين هالاتصال، المهندس علي يسمعك، وش الرسالة اللي تحب تقولها له؟ والله المهندس علي على رأس وعيني، أقول له ما أقول له شيء، المهندس علي والمراقب الصحي اللي عندنا على رأس وعيني أنور واللي موجودين، لكن احنا نعاني من المستثمر. طيب هو يقول لكم أنه أبواب البلدية مفتوحة، تعالوا وقدموا شكواكم باستمرار على كل الأشياء اللي تنقصكم. خلاص على رأس العين، الله يطول عمره وعمرك إن شاء الله. طيب مهندس علي الكلمة الأخيرة عندك، وش تحب تقول فيها؟ كما ذكرت أخي مفرح أنه أبواب البلدية مفتوحة، وأيضا تسهيلا لهم مراقب البلدية موجود في السوق، لهم مكتب مخصص يعني دون على لهم، على الرغم من أنه مبنى البلدية مقارب قريب من سوق السمك، ولكن موظف البلدية متواجد في السوق ولا يكلفون أنفسهم عناء أي حضور أو تعب أو مشقة، فقط إبلاغه بأي مشكلة أو شكوى تواجههم وسيتم إيصالها لنا وسيتم اتخاذها لازم معها ومعالجتها وفق الأنظمة وفق شروط العقد المبرمة مع المستثمر. نعم خلاص، هم بكرة حيتوجهوا لكم ويقدموا كل شكاواهم، يعني تقريبا هي 5 شكاوى، رفع الإيجار، إصلاح دورات المياه، توفر المياه، والكهرباء، والمسجد، وإن شاء الله يعني سنتابع هذا الموضوع مع الوقت. وأنا أشكر لكم حضوركم معنا، شكرا للمهندس علي عطيف، شكرا للأستاذ حسن موسى وهو أحد ملاك محلات الأسماك الموجودة في سوق المضايا. يعني أشكر كثير بصراحة الأستاذ حسن والمهندس علي على رقيهم في طرح هذه المشكلة والإجابات بمثل هذه الشفافية، واللي أتمنى وأرجوه سواء من بلدية المضايا أو غيرها من البلديات ألا تدع أي سلطة مفتوحة للمستثمر
على أصحاب المحلات. يجب أن يكون صوت البلدية حاضر بقوة، لأنهم هم أصوات أصحاب المحلات، وهم الذين سيعطونهم كل الحقوق التي يمكن أن تنتقص منهم بفعل المستثمر أو من غيره، بقصد أو بدون قصد، فهم أولا وأخيرا في ذمة البلدية قبل أن يكون تعاملهم مع المستثمر. هذا فاصل ثالث في حلقتنا ونكمل معكم.